درس اليوم رح يكون رسم عن طريق ال 3D باستخدام هدول الأقلام وعلى اللوح. هون رح نبلش بالرسمة اللي هلأ حنشوفها اللي هي هي. بنبدأ بالرسم باللون الأخضر. وهيك بنكون كملنا الرسمة بال 3D مثل ما انا شايفين. طبعا فيكم كمان تحركوها تعملوا لها جيف شايفين. وطبعا نحن بنقدر نعمل لها قص ولصق بحيث انه تصير بهالطريقة هي.